بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي وزملائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مهدي موك. النهاردة هنتعلم حاجة جديدة في نيت سويت بخصوص الأصول الثابتة، ألا وهي الأسيت ترانسفير. يلا بينا نبتدي. يعني إيه أسيت ترانسفير؟ يعني بنقل الأصل، بنقله من فين لفين. في عندي خمس حاجات ممكن أنقل الأصل منها أو إليها. أول حاجة ممكن يكون نوع الأصل عندي في نوع معين وأنا عايز أنقله لنوع تاني. المكان التاني اللي ممكن أنقل منه الأصل من مكان لمكان اللي هو الشركة نفسها، هو في شركة A أنا عايز أنقله لشركة B. الحاجة التالتة الكلاس، ودي اللي احنا هنعمل عليها البرزنتيشن النهاردة إن شاء الله. كذلك ممكن أنقله من ديبارتمنت لديبارتمنت تانية أو من لوكيشن للوكيشن آخر. وبعدين بنيجي نلاقي هنا الملاحظة ديت اللي هي بتقول ايه، ما اقدرش اغير نوع الاصل واغير الشركة بتاعت الاصل في نفس الوقت. لو عايز اغير نوع الاصل من نوع لنوع يبقى اعملها في مرة، ولو عايز انقل الاصل من شركة لشركة انقله في مرة اخرى. طب ايه هي طرق نقل الاصل من مكان لمكان في الخمس اماكن او الخمس حاجات او الخمس فئات دوت اللي ممكن أنقل فيهم الأصل منهم أو إليهم؟ أول طريقة اللي هي إن أنا بنقل أصل واحد، بيبقى عندي أصل واحد. مثال مثلا أغير الكلاس بتاعه في السيستم ديمو بتاعنا النهاردة. عندنا الأصل دوت، هننقل الكلاس بتاعه من الكلاس القديم اللي اسمه Broadcasting Pillar Sponsor إلى Broadcasting TBA. طب انا لو عندي مجموعه من الاصول كتيره كبيره اكتر من اصل واحد، مش هقدر اعملهم واحد واحد. ففي الطريقه الثانيه اللي هي طريقه المالتيبل اسيت ترانسفير، وبستخدم السي اس في امبورت. الخطوات بتاعت نقل الاصل اذا كان اصل واحد او مجموعه من الاصول، انا بروح على نفس المنيو اللي هي فيكسد اسيت ترانزاكشنز اسيت ترانسفير. هنا برضو هروح على Fixed Assets Transactions Asset Transfer، وبعدين اختار Import CSV Pattern. وبرضو في طريقة الـ Multiple Asset Transfer هناخد System Demo النهاردة على الأصل اللي هو رقم 8529 و8530. يلا بينا نروح السيستم ونجرب الطريقة الأولى اللي هي Single Asset Transfer. ده الأصل بتاعي الأولاني اللي هو 8534. ولو رحت لتابة الجنرال هلاقي هنا الكلاس بتاعه Broadcasting Pillar Sponsor. إحنا عايزين نغيره لBroadcasting TBA. هنعمل إيه؟ هنروح لFixed Assets Transactions Asset Transfer. بتفتح معايا الشاشة دي، أول معلومة بيطلبها مني اللي هو رقم الـ ID بتاع الأسيت أو اسم الأصل. هنجيبه من هنا، أدي الأصل بتاعنا اللي احنا عايزين نغير الكلاس بتاعه، وهنكتبه هنا بيست. هتظهر لي البيانات الخاصة بالأصل، وبيقول لي هنا إن الكلاس بتاعه البرودكاستنج بيلر سبونسور. هنا الأماكن اللي أنا عايز أنقله ليها، إذا كان Department, Class, Location, Subsidiary أو Asset Type. أنا كل اللي هغيره هنا إيه؟ الكلاس بدل ما هو Broadcasting Pillar Sponsor هغيره إلى Broadcasting TBA. هنا سؤال مهم جدا، هو بيسألني السيستم التاريخ اللي أنا هنقل فيه الأصل من الكلاس القديم الى الكلاس الجديد Broadcasting TBA. لازم اخلي بالي من Last Depreciation Date. يعني السيستم بيقول لي ان اخر شهر السيستم جرى اهلاك خاص للاصل دوت كان بتاريخ 30 ابريل 2021. انا عايز انقله بداية من 1 مايو 2021، فهختار التاريخ 1 مايو 2021. إذن لما هبتدي أجري الإهلاك بتاع الأصل ده لشهر مايو، هيبتدي يرمي الإهلاك على
الكلاس الجديد اللي هو برودكاستنج تي في. يبقى انا كده اراجع الخطوات تاني، دخلت الاسيت اي دي او النيم بتاعه، بتظهر لي هنا في الجزء اللي فوق البيانات الاساسية بتاعت الاصل، والجزء الاسفل بيسألني انت عايز تنقله لفين، اذا كان ديبارتمنت كلاس لوكيشن او سبسيدري. وبعد كده هدوس بروسيس ترانسفير، السيستم هيقوم فاتح لي البروسيس ستيتس بيج وبيقول لي ان هو هنا الستيتس بتاعته كيود. ادوس على زرار ريفرش، هنا بدا الستيتس بقت ان بروجريس، وبدا في اول خطوه من 11 خطوه الخاصين بنقل الاصل. ادوس على ديتيلز، تقوم تظهر لي صفحه خطوات بروجريس بتاعه نقل الاصل حسب ما انا طلبت من السيستم. فطبعا هنا هو خلص الخطوه الاولى من 11، الخطوه الثانيه من 11، وكل ما ادوس ريفرش تبتدي تظهر لي باقي الخطوات تنفيذ نقله من الكلاس القديم للكلاس الجديد. كده خلاص ال 11 خطوه انتهوا، وبذلك يكون تم نقل الاصل من الكلاس القديم للكلاس الجديد. يلا بينا نروح للاصل ونشوف ايه اللي حصل له. ده الاصل بتاعي اللي هو 8534، وهنا الكلاس برودكاستنج بيلر سبونسر القديم. لما اقول ريفرش للصفحة عشان اشوف ايه نتيجة البروسيس اللي انا عملته، افتح تاب جنرال، هلاقي الكلاس اتغير لبرودكاستنج تي بي اي. يبقى انا كده نفذت الطريقة الاولى اللي هي الخاصة بنقل الاصل بطريقة يدوية اذا كان اصل واحد فقط، اللي هي الحالة الاولى دي. طيب الحالة التانية اللي هي عن طريق الامبورت، انا دلوقتي عندي في نتسويت الاصل الرقم 8529، لو رحت لتابة الجنرال هلاقي الكلاس بتاعه برودكاستنج بيلر سبونسور. لو رحت للاصل التاني اللي هو 8530 ورحت لتابة الجنرال هلاقي الكلاس بتاعه برودكاستنج اير ليز. انا عايز اغير التو كلاسز دولت اخليهم برودكاستنج تي بي. اذا انا لازم اجهز الداتا بتاعه الاصلين دولت، او اذا كانوا اكتر من اصلين لازم اجهز الداتا بتاعتهم. اجهزها ازاي؟ فيكسد اسيتس ترانزاكشنز اسيت ترانسفير، بلاقي هنا عندي زرار اسمه امبورت سي اس في. لما بدوس عليه بتبدا تظهر لي شاشه بالك اسيت ترانسفير عن طريق سي اس في امبورت فايل. طيب الفايل ده هجيبه منين؟ هلاقي هنا كليك هير فور اسامبل فايل، مجرد ما بتضغط هنا يبتدي السيستم يسيف لك فايل نموذج اللي انت بتستخدمه في كتابه الداتا بتاعتك اللي انت هتعمل لها امبورت. هتلاقي الفايل الاكسل اللي نزل لك بالشكل دوت، عباره عن مجموعه العواميد دي اللي فيها الاسيت اللي هو عباره عن الاي دي بتاع الاسيت، الاسيت تايب، السبسيدري، الكلاس، الديبارتمنت، اللوكيشن. تبتدي تدخل الداتا بتاعتك تحت العواميد ديت، لو هنغير اسيت تايب ماشي، لو هنغير سبسيدري ماشي، بس ما ينفعش الاثنين دول يكونوا مع بعض في نفس الوقت. طيب لو انا بغير الكلاس بس، اذا انا محتاج العمود الاولاني ده هو عمود اجباري، لازم يكون موجود معايا في اي حاله انا بغير فيها او بنقل فيها الاصل من مكان لمكان. لكن الخمس عواميد دول اختياريين، يعني ممكن يكون انا هستخدم فيلد واحد هغيره او اكتر من فيلد اذا كانوا اثنين او ثلاثه. طب انا في الحاله بتاعتي انا هستخدم الكلاس بس اللي هغيره، فهجهز الداتا بتاعتي بناء على حالة التغيير، وهي ان انا عندي الاصل بتاعي اللي هو رقمه 8529 و 8530، وهكتب هنا في عمود الكلاس هكتب الكلاس الجديد اللي انا عايز اغيره بالنسبة للاصل.
فبالنسبة للأصل الأولاني وبالنسبة للأصل الثاني أنا عايز الكلاس بتاعهم هم الاثنين يبقى Broadcasting TBA. وبعدين أعمل إيه؟ أبتدي أحول ملف الإكسل بتاعي إلى CSV فايل. إزاي؟ بالخطوات التالية. أدي الفايل بتاعي جاهز، هقول فايل سيف اس سي اس في كوما ديليميتد وهسميه فام بالك امبورت. يس. وبعدين افتح برنامج نوت باد بلس بلس، اعمل كليك على اوبن، اختار ملف CSV file from bulk import، open، بعدين افتح encoding واختار convert to UTF-8، اروح file، اضغط على save as واخليه import text، وطبعا save as type normal text file، ودوس Save. ارجع لنتسويت لصفحة البالك اسيت ترانسفير. هنا في عندي بيقول لي اختار الفايل سيلكت فايل اللي انا عايز اعمل له امبورت، اعمل ادوس على زرار براوز، اروح للدوكيمنتس، هلاقي الفايل بتاعي اللي انا سميته فام بالك امبورت تكست، ودوس اوبن. هنا نفس السؤال، ايه تاريخ النقل بتاعي اللي انا محتاجه؟ لو رجعت للاصل بتاعي اللي هو الاصل 29 هلاقي ان هنا في تابعة الجنرال ان اخر شهر last depreciation date كان 30 ابريل، ده الاصل رقم 835. هلاقي برضو هنا في تابعة الجنرال ان last depreciation date كان 30 ابريل. اذا انا عايز اغير الكلاس بتاعهم بداية من 1 مايو. اذا انا التاريخ اللي انا هبتدي فيه النقل هو تاريخ 1 مايو، علشان لما ابتدي اجري الاهلاك لشهر مايو بالنسبة للاصلين دولت يبتدي يحمل التكاليف الاهلاك على الكلاس الجديد، وبعدين ادوس سبميت. هينقلني السيستم لصفحه البروسيس ستاتس، وبقت الستاتس هنا بتاعت الترانسفير دوت كيوت، ادوس ريفرش، الستاتس بقت ان بروجريس. لو دوست على الديتيلز تبتدي تظهر خطوات نقل الاصلين من الكلاس القديم للكلاس الجديد، وتم الانتهاء من 4 خطوات من 12 خطوه، وكل ما ادوس على زرار ريفرش تبتدي تظهر لي الخطوات الجديدة اللي تم تنفيذها على الأصلين بتوعي. وبكده يكون الـ 12 خطوة لنقل الأصل أو مجموعة الأصول من الكلاس القديم للكلاس الجديد انتهت. ولو رحت للأصل بتاعي اللي هو رقم 29 ثابت الجنرال، بلاقي هنا الكلاس برودكاستنج بلا ريسبونسر، ده طبعا الكلاس القديم. فهعمل دلوقتي ريفرش لصفحة الأصل وأشوف إيه اللي هيحصل. أروح لتابة الجنرال، ألاقي الكلاس الجديد بقى برودكاستنج تي بي إي. نفس الكلام، نروح للأصل بتاعي لرقم 835، أروح لتابة الجنرال، هلاقي الكلاس برودكاستنج إير ليز. لما أعمل ريفرش للصفحة واروح لتابة الجنرال، الاقي الكلاس بقى برودكاستنج تي بي اي. طبعا بعد الانتهاء من تنفيذ الترانسفير اذا كان بالطريقة الاولى او بالطريقة التانية، في عندي ملاحظة مهمة جدا اللي هي خاصة بالديبريسيشن هيستوري بتاع الاصول اللي انا عملت لها ترانسفير. لو جيت بصيت على الاصل بتاعي اللي انا عملت له ترانسفير اللي هو 8534 ورحت للديبريسيشن هيستوري
ضغطت على الديبريسيشن هيستوريز هلاقي ان الديبريسيشن هيستوري اللي فات بس هو اللي موجود، وبدا سجل لي هنا ان في تاريخ 1/5 حصل الترانسفير بتاع الاصل، لكن الفيوتشر ديبريسيشن بتاعه الاصل ده بتختفي. وعشان اشوفها ازاي اختفت، لو استعرضت اصل عادي انا ما عملتلوش ترانسفير بلاقيه عرض لي هنا كل الديبريسيشن هيستوري في الماضي او اذا كان الديبريسيشن فوركاست بتاعته في المستقبل لغايه الاصل ما ينتهي بالكامل، عرض لي مبالغ الاهلاك بتاعته لغايه ما ينتهي في 28 فبراير 2025. طيب الاصول اللي انا عملت لها ترانسفير مش ظاهر لها الكلام ده، حتى لو رحت هنا للاصل رقم 8529 ورحت لتاب الديبريسيشن هيستوري وضغطت على الديبريسيشن هيستوريز هلاقي نفس الكلام. طب انا لو عايز اظهر الفوركاست بتاع الديبريسيشن بتاعه مجموعه الاصول ديت، ايه البروسيس اللي هعمله؟ عباره عن خطوتين. اول حاجه هروح لفيكسد اسيتس سيت اب سيستم سيت اب، بعدين اضغط على زرار بري كومبيوت ديبريسيشن فاليوز. يلا بينا على السيستم. هروح لفيكسد اسيتس سيت اب سيستم سيت اب، هتظهر لي الشاشه ديت، هلاقي هنا في زرار اسمه بري كومبيوت ديبريسيشن فاليوز، هضغط عليه هتظهر عندي هنا شاشه البروسيس ستاتس والستاتس بتاعت الجوب بتاعتي كيوت. ادوس ريفرش، ممكن ادوس على ديتيلز عشان اشوف خطوات البروسيس. هنا الستاتس كومبليتد. اذا انا لو رحت للاصل بتاعي اللي هو 8534 وروح لاخر تابه الديبريسيشن هيستوري واضغط على الديبريسيشن هيستوريز هلاقي الهيستوري بتاع الديبريسيشن اذا كان في الماضي، اذا كان حصل قبل كده، والفيوتشر اللي كان اختفى بعد ما عملت الترانسفير ظهر تاني وقال لي ان الاصل ده هيفضل يعمل اهلاك بالمبالغ ديت حتى 28 فبراير 2025. بكده اصدقائي وزملائي نكون اتعرفنا النهارده على طريقه نقل الاصل بطريقه منفرده اذا كان اصل واحد، او اذا كان مجموعه اصول عن طريق السي اس في امبورت. شكرا لكم ونلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله تعالى.